مجمع التحرير أول مجمع للإسكان الإداري بجمهورية مصر العربية، إذ يكون أكبر مبنى إداري في إفريقيا والشرق الأوسط. أنشئ مجمع التحرير بمعرفة مصلحة المباني التابعة لوزارة الشؤون البلدية على إثر صدور قانون الإدارة المحلية رقم 124. مجمع التحرير أنشئ سنة 1951 وهو يتبع لمحافظة القاهرة، وكان الهدف من إنشاء مجمع التحرير تجميع المصالح الحكومية في مكان واحد. وهو أنشأ المجمع المهندس محمد إسماعيل كمال سنة 1951، وأنشأ على هيئة شكل مركب، والمجمع بيشمل على 1310 حجرة، وعدد الموظفين وعدد المترددين على المبنى حوالي من 30 ل 35 ألف يوميا. من أبرز الخدمات التي يقدمها مجمع التحرير تلك الخدمات التي يقدمها ليس فقط للمواطن المصري، ولكن أيضا للمواطن العربي والمواطنين من مختلف الجنسيات. أهم الخدمات لمجمع التحرير، بتقدم مجمع التحرير في مصلحة الجوازات، ودي بتستخرج جواز السفر، وبتعمل شهادات تحركات لجميع النقابات وشهادات تحركات للسفارات اللي بيسافر للخارج. وبالنسبة لمديرية القوى العاملة بتعمل تسجيل العقود بالنسبة للعاملين بالخارج اللي بيسافر للعاملين بالخارج. بالنسبة لمديرية الشؤون الاجتماعية بتعمل توطين وحالات الكوارث والإعانات لجميع الأرامل والأيتام. في العام 1992 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة إدارة مبنى مجمع التحرير برئاسة السيد اللواء نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعضوية رئيس حي غرب القاهرة وممثلين عن الجهات الشاملة للمبنى، لتتولى الإشراف على المبنى وصيانته. نقل المجمع وإخلاء المجمع نظرا للكثافة العددية للمترددين على المبنى وكثافة المرور داخل ميدان التحرير، فإحنا هو كان الهدف إن هو تقليل الكثافة العددية للمترددين على المبنى، لأن إحنا مجمع التحرير بيتردد عليه ناس من جميع جمهورية مصر العربية. زي ما قلنا في أول حلقة إن إحنا هنتكلم عن التطرف ومواجهة التطرف والإرهاب والفساد في مصر، لأن التطرف مش بس طبعا في مصر، زي ما شفنا إن التطرف والإرهاب أصبح يعني أزمة في العالم كله، وكان دايما يقولوا إن هو في المنطقة بتاعتنا، ولكن أوروبا بتعاني منه، أمريكا بتعاني منه، وكل الدول بتعاني منه دلوقتي. طيب إزاي نحاربه من قبل ما يبتدي، من قبل ما نوصل لمرحلة إن إحنا نضطر نتعامل معاه أمنيا؟ إزاي نمنع وجود التطرف في حياتنا وفي الفكر المواطن المصري والشاب المصري؟ ده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا الكاتب الصحفي والشاعر حسين عمر، وهو رئيس لجنة إدارة اتحاد الكتاب، وهناخد الجزء الخاص بالثقافة ومحاربة التطرف والفساد. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك. وإحنا طبعا بنتكلم على أنه الإرهاب في أصله فكرة وانتشرت، وناس اعتنقوا الفكر وابتدوا يتصرفوا وفقا لهذا الفكر. فلا يواجه الفكر إلا الفكر. احنا عايزين شباب وعايزين جيل عنده أفاق واسعة، عنده قدرة على الحكم على الأشياء بمنطقية وبعقل وبثقافة. نقدر نحقق ده ازاي؟ هو في الأساس التطرف يعني ضيق الأفق، أي أن الإنسان لا يرى إلا نفسه، لا يرى الأشياء إلا من زاوية واحدة، والثقافة هي الوجه الآخر لهذا التطرف. الثقافة ضمن مجموعة كبيرة جدا من التعريفات تعني المرونة العقلية، أي أنك تتقبل الآخر، أنك لا تفرض رأيك، أن مقولة الإمام الشافعي القديمة رأيك خطأ يحتمل الصواب ورأي صواب يحتمل الخطأ، لابد أن تكون متجسدة
في اعتقادات الناس أن الكون ليس وجها واحدا، أنه جنسيات كثيرة، أنه ديانات كثيرة، أنه أجناس كثيرة، أننا لا يمكن أن نصب في قالب واحد. فكرة المرونة العقلية باختصار هي الثقافة بمعناها الواسع أو ضمن معان كثيرة. التطرف هنا يقف على النقيض من هذه الفكرة. التطرف يعني الشطط، أنك لا ترى إلا شيئا واحدا صحيحا وكل ما دون هذا الشيء باطل، أنك لا ترى إلا وجهة واحدة في الحياة، أنك لا ترى إلا شيخا واحدا ورأيا واحدا وتوجها واحدا ودولة واحدة ومذهبا واحدا وحكما إلى آخر هذه الأحاديات في كل شيء بحسم قاطع. ولذلك التطرف يمكن يطرح الآن بصفته شططا في الدين بالذات والدين الإسلامي تحديدا، لكن التطرف موجود يمينا ويسارا ويسارا طبعا، ولابد أن ينظر إلى هذا، لأنه إذا كنا احنا دلوقتي البارز قدامنا هو التطرف الديني، التطرف باسم الدين وباسم الإسلام السمح الوسطي المعتدل، فإن هناك تطرفات أخرى كثيرة يمكن أن تبرز فيما بعد. يعني احنا إذا أطفأنا هذا الحريق وسوف ينطفئ بدون شك بجهد الثقافة وبجهود أخرى كثيرة، سوف تبرز تطرفات أخرى زي تطرف اليسار. احنا عندنا حاجة اسمها الاشتراكيين الثوريين في مصر، الناس لا تتنبه لها لكنها فعلا نار تحت الرماد كامنة وتتفق مع التطرف باسم الدين في هدم فكرة الدولة، الدولة عامة والدولة المصرية خاصة، وهم يعملون الآن في مؤسسات الدولة لأجل الهدم. ولأجل هذا تجدهم يتحالفون، هتلاقي فلان من الناس اللي هو ضد التطرف الديني يتفق الآن مع المتطرفين ومع الإرهابيين، فتتساءل لماذا؟ لأنه الفكرة الأساسية هدم الدولة لدى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم الاشتراكيين الثوريين، ونحن نعاني منهم في اتحاد الكتاب، هم يحاولون تدمير المؤسسات من داخلها انتهاء بتدمير الدولة المصرية. نقاومهم في اتحاد الكتاب ونحاول محاصرتهم ودفع أذاهم، لكنهم يعملون ووراءهم كيانات، وراءهم ضخ كبير ربما من التمويل، ربما من التوجيه، أشياء كثيرة الدولة المصرية لم تتنبه لها حتى الآن. يعني احنا منشغلين طبعا بالتطرف الديني، بالتطرف الديني وهناك ظاهر تطرف دلوقتي. آخر اللي هو التطرف اليساري أو الاشتراكيين الثوريين تحديدا ككيان هادم، فكرته الهدم، يعني يقول لك نهدم لكي نبني، هو أساسا ما يهدم لا يمكن أن يبنى. يعني الدول طبعا اتضح هذا طبعا. زي حكاية العراق وفي كل حتة زي الفوضى الخلاقة وغيره من التعبيرات التي أطلقتها وسقطها الثقافة الأمريكية والسياسة الأمريكية. وطبعا إذا حدثت الفوضى فلن تكون خلاقة، ما هي فوضى يا خلاقة، إنما لا جمع بين هذه المتناقضات. الثقافة هنا جزء من دورها أننا نتحدث هكذا كما تطرحان الآن هذه الفكرة، ونبصر الناس ابتداء بأنه ليس هناك إسلام متطرف، ليس هناك إرهاب في الإسلام. الإسلام يعني المسالمة، الموادعة الوسطية العقلانية، الحرية المطلقة. يعني ليه كتاب كامل اسمه الحرية في الإسلام، انتهيت فيه إلى أنه الحرية في الإسلام مطلقة وليست مقيدة، تجاوزت فكرة الحرية في الإسلام ربما كل ما يطرح الآن في الغرب من حريات. والكتاب بقى هذا الأمر الغريب الذي نتحدث فيه بشأن تغلغل التطرف والتخريب حتى في أوروبا كمان، حتى في المؤسسات الثقافية عندنا، إن مثل هذا الكتاب يمنع أو يحاصر من الصدور في هيئة قصور الثقافة. وإحنا كمثقفين نرى أن وزير الثقافة الأستاذ حلمي النمنم رجل ملتزم ووطني وموقفه واضح من مواجهة التطرف، لكن آلياته كثقافة رسمية لا تساعده. عنده حاجة اسمها هيئة قصور الثقافة تقتز بجناحين اثنين من أجنحة تدمير أي دولة، التطرف
داخلها التطرف والفساد معا في كيان ضخم اسمه هيئة قصور الثقافة، وهو الجيش الذي ينبغي أن يحارب به الأستاذ حلمي النمل. فهو لديه رؤية نظرية نتفق معه فيها كمثقفين في أنه التطرف لابد من مواجهته على المستوى الثقافي والفكري، لكن الآليات التي يملكها كثقافة رسمية لا تساعده في هذا، وخاصة في هيئة قصور الثقافة. طيب آليات مواجهة التطرف والفساد ممكن تكون إزاي؟ هو يعني المواجهة ينبغي ألا تقتصر على السلطة التنفيذية، وهذا ما نؤكد عليه. يعني إحنا دائما نقول نناشد الرئيس السيسي أن يفعل كذا، ونناشد أنا أقول له أنا أستطيع أن أفعل كذا كمواطن، أستطيع أن أفعل كذا كنقابة أو كاتحاد أو كجمعية أو تجمع أو كإعلام أو كصحافة أو كمثقفين. ينبغي أن نقول ما الذي نفعله نحن. أول ما ينبغي من آليات ألا تترك الدولة أو السلطة التنفيذية، لأن الدولة السلطة التنفيذية جزء من الدولة، وهي الآن التي تترك في المواجهة. يوميا يتساقط شهداء من الشرطة ومن القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، إلى درجة أنه كل يوم على الصبح الإنسان يتنكد أنه يلاقي خبر استشهاد ضابط، استشهاد جندي، استشهاد كذا يوميا تقريبا. أصبح الأمر شبه عادي. ينبغي أن يتنبه الناس إلى أن دورهم المشاركة في هذه المواجهة، وليس ترك الأمر إلى القوة المسلحة سواء كانت قوة الجيش أو قوة الشرطة. فالأساس الأول هو التكاتف الكامل بين السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة، بقية المؤسسات. يعني الإعلام، إعلام نحن هنا الوطني جزء من مؤسسات الدولة، الصحافة القومية جزء من مؤسسات الدولة، النقابات جزء من مؤسسات الدولة، الجامعات، التعليم بدرجاته المختلفة. الأساس الأول، القاعدة الأساسية لكسر هذا التطرف والإرهاب، هو العمل معا كدولة متكاملة ومعالجة المشاكل داخل هذه الكيانات في الدولة. يعني أنا عندي مشاكل في الإعلام المصري، وعندي فساد في بعض النقابات، وعندي اضطرابات في بعض المؤسسات، لابد أن يعالج هذا أولا، لأن الناس المواجهة للفساد تنصرف عن مواجهة الإرهاب. الناس تندفع إلى التطرف، آسف الجزئية، تندفع إلى التطرف لأنها تعاني من الفساد. لاحظ هذا، إنه إما أنه جاهل كما أشرتما في بدء الكلام، إنسان جاهل غير واعي بالدين فيوظف الدين كطعم له ليتطرف ويشط في آرائه، أو إنه يدفع بالحقد وبالإحباط وباليأس بسبب السرقات، النفاق، الفساد، المحسوبية، كذا كذا، كل أشكال الفساد التي نراها منبثة ومتأكدة ومتغلغلة في مؤسسات الدولة. فيتجه الإنسان بدفع الفساد أو بدفع الجهل إلى هذا التطرف والإرهاب. وبالتالي إحنا ينبغي أن نكون عين السلطة التنفيذية، عين الدولة في هذه الجزئية، ولا عيب في هذا. أنا ما أقولش للرئيس السيسي افعل كذا، لكن أقول للرئيس السيسي أن دائرة المثقفين أوسع كثيرا مما تنظر إليهم أو إليها السلطة التنفيذية. طب معلش أنا أسفة أنا أقطع كلام حضرتك. إحنا كشعب، يعني أنا من وجهة نظري الصغيرة جدا والبسيطة جدا، إن إحنا كشعب لازم نتبنى أفكار جديدة. بمعنى إحنا بنقول فساد، وفي فساد في بعض مؤسسات الدولة، وفي فساد في أماكن كتيرة. لو إحنا مش مشتركين في الفساد بإن إحنا بنساعد، إن إحنا مثلا بندفع حاجة علشان مصلحتنا تخلص، ده هيقفل حنفية الفساد. لو انت اقتنعت بفكرة انا مش هشترك، انا هقف هنا واقول لا انا مش هشترك، حتى ولو اخد مني روتين واخد مني وقت واخد مني، بس انا فكرة الفساد مش هشارك فيه. فده احنا كشعب لازم نتبنى افكار معينة، زي مجابهة الفساد، زي بناء دولة، وبناء دولة حديثة، وان احنا نبقى اقوية، وان احنا يبقى عندنا اقتصاد قوي، وان احنا نشتغل، وان احنا وهكذا. ده اعتقد انه ده بينبع من الشعب مش من حاكم لشعب. تمام صح، احنا بنقول كده. يعني طب هل ده موجود اصلا؟ هل عندك الاحساس ان الشعب فعلا واعي لده؟
الشعب في درجة وعي ارتفعت. يعني احنا بنرصد كتير جدا من ايجابيات الثورة، سواء في موجاتها في 25 يناير او الموجة الثانية في ثورة 30 يونيو، بنرصد ايجابيات كتيرة، لكن لا نتوقف، واحيانا سلبيات ايضا، لكن لا نتوقف عند ارتفاع درجة الوعي لدى المواطن. المواطن الان اذا فسد هو واعي بانه فاسد، ويشارك في الفساد وهو عارف بانه مشارك في الفساد، ويقول لك البلد عملت لي ايه، انا اخدت ايه من مصر، الى اخر هذا الكلام. فالوعي موجود، لكن محتاجين الى توظيفه بقى، حشد اكتر، الى توجيه اكتر، الى بث الامل لدى الناس. يعني الناس دلوقتي ممكن تكون عندها بطالة، بس هذه البطالة لازم يتأكد، ولا نكذب عليه في وعود كما كان يحدث على مدى 40 عاما ماضية، لا، نأكد له ان فيه انجاز، وان البطالة دي قد تستمر معه سنة او شهرا او سنتين او كذا. اعرفه انت هتفضل عاطل عن العمل، لن اوفر لك فرصة عمل لمدة سنة، لن يخزل ولن يحبط، لانه بعد نهاية السنة فعلا هيلاقي عمل. بفتح له افاق الان، تحدث الان انك انت بتلاقي قناة جديدة فتحت، بتلاقي جيش قوي بني، بتلاقي مدينة عاصمة كاملة بتبنى، بتلاقي مصانع يعاد تأهيلها من جديد، بتلاقي نظر إلى أشياء كثيرة جدا. بس في القلب من هذا جميعا التعليم ومنظومة التعليم التي ينبغي أن تركز فيها الدولة بقوة، لأنه في النهاية خالص أنا عايز مصر في خلال 20 سنة تبقى مثلا دولة متوسطة من ناحية الاقتصاد. يعني مش عايز أقول دولة عظمى، إنما 20 سنة أقول دولة متوسطة. طب أعملها إزاي؟ أشتغل على الطالب بتاع الابتدائي دلوقتي، هو ده اللي هيعمل لي بعد 20 سنة هذه النتيجة، مش أنا. ولكن هناك أفعال سريعة على الأرض، إن أنا أواجه البطالة دي ببرامج حقيقية، إن أنا أديله حق أن يتساوى مع الآخرين بناء على الكفاءة وليس بناء على المحسوبية. يعني لما واحد يدخل أي جهة من الجهات التي تطلب موظفين يشتغل لأنه هو كفء للعمل، أن يلتف حول كل مسؤول العقول الموجودة في هذا البلد والكفاءات، وهم كثيرون. يعني أنا لا أتصور أن مصر عاجزة عن حل مشاكلها، لا يمكن، مصر فيها عقول تستطيع حل مشكلات العالم، لكن حتى هذه اللحظة ما زال التواصل الحميم والقوي بين العقول والسلطة التنفيذية، ما زال هذا التواصل ضعيفا. حينما تتحول السلطة إلى عقل والعقل إلى سلطة، سوف تجد دولة عظيمة على هذه الأرض. احنا نتمنى طبعا ان ده يحصل، وافتكر عشان ده يحصل لازم يكون الفساد ينتهي، والروتين والبيروقراطية اللي بتمنع تطور كبير برضو يتم محوها تماما من حياتنا، لان الروتين والبيروقراطية برضو بتأثر على بتزود الفساد وبتأثر على الانتاج والتطور. والتعليم هنتكلم فيه طبعا في الفقرة الجاية، لان عندنا فقرة كاملة عن موضوع التعليم ومحاربة التطرف. وبنشكر الشاعر والكاتب الصحفي استاذ حسين عمر، رئيس لجنة ادارة اتحاد الكتاب. انا وسهلا فندم، شرفتنا النهارده. شكرا لحضرتك. نطلع لفاصل مع كل السادة المشاهدين، ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميعا.